اليوم الثامن كل سنه وانتم سالمين. الحمد لله تعالى امبارح كان ازدحام شديد بس الحمد لله وفينا بالغرض. مطعمكم دائما نحن لخدمتكم. بوجودكم انتم نحن مستمرين، بوجودكم نحن نتقدم، بوجودكم نحن نتطور. نحن جماعه على باب الله وبنحب اللي على باب الله. دعوا لعنا لانه نحن بسطاء ونحب البسطاء. يومكم سعيد، رمضان كريم، اجازه سعيدة للجميع. مطعم ياسمين الشام مطعم الجميع، مطعم الحب، مطعم الأسرة، مطعم كل مين عنده قلب نظيف. كل سنة وانتو سالمين. يلي انتو عم تمشونا، يلي انتو نورنا، انتو الزباين، انتو الأساس. نحن مجرد انه مسيرة لكم، عم نساعدكم لحتى تكونوا ممنونين. يومكم سعيد في اليوم الثامن من أيام رمضان. اهلا وسهلا، تحياتي. مطعم ياسمين الشام هذا بيتنا، يعني بيتنا اللي بيجمع السوريين وبيجمع العرب كلياتهم. ورمضان فيه له اجواء مختلفة، بيحسسك ببلدك، بيحسسك برمضان ببلادنا. اتمنى لهم التوفيق والله يعطيهم العافية. اكل طيب وكله تمام. شكرا. السلام عليكم، مساء الخير، افطارا مباركا. يعني جو رمضان هو اصلا باللقاء الناس والاخذ والعطاء والاكل سواء على الافطار وبعد منها التراويح والروحانيات وكل هذه الامور. واهم شيء انه عندنا بالنمسا الان، يعني هون ما نحن موجودين الان ياسمين الشام، نتمنى للجميع كل خير وان شاء الله النجاح في كل هذه المشاريع. جينا نفطر في مطعم ياسمين الشام. بصراحة المطعم كتير 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 شغلة كتير مرتبة، الأكل ظريف وزاكي. وأنا خصوصا جاي من سالزبورغ لهون لأنه سمعت إنه أكله كتير طيب. أنا جاي قبل مرة فاطرة هون بس فطور صباحي، بس فطور رمضاني هي أول مرة. وإن شاء الله يا ربي نكون سنة خير على الجميع يا رب، وصحة وهنا للجميع. اولا انا زبون دائم للمطعم، باجي بشكل دوري يعني اسبوعي، لانه ما لقيت احسن من هذا المطعم في كل فيينا. جربت كل المطاعم في الوقت العادي غير رمضان ودائما برجع لهون، لانه اول شيء الاكل كثير طيب وفريش ممتاز، والشباب محترمين على الاخر، والخدمه يعني لوكسوس. فحقيقة يعني أنا جدا مبسوط اليوم، الأكل رائع، الأكل رائع جدا. مرحبا، جينا من بودابست لهون لأنه أكله كتير بمدحوا فيه، كتير زاكي وما شاء الله يعني كل إشي متوفر. حسيت حالي في البلد يعني، ويسلموا كتير، وعن جد بنصح الكل يجي ويزوركم، بتجنن عن جد. حسيت حالي في البلد بفلسطين هيك، كله موجود مع بعضه، جامعات وزمان مش سامعة عربي. بالمجر ما في كتير عرب، ما في جالية، فعن جد عن جد انبسطت. رمضان كريم، إن شاء الله تكون سنة خير وتكون سنة سلام خاصة لبلادنا سوريا. صراحة هون جو بياسمين الشام وخاصة برمضان جو يعني بتشعر كأنك بسوريا، من ناحية الأكل، من ناحية الخدمة. الأكل هو الأكل السوري الأصيل يعني، ما تغير في شيء، بس الخدمة كمان، الخدمة صراحة ممتازة يعني. هالخدمة ما عم نشوفها بكل مطعم يعني، وخاصة يعني مسألة النظافة كمان. المطعم نظيف كثير، نحن نتشكرهم كثير على هالخدمة وعلى هالأكلات، ويعطيهم العافية.
الله يسعد مساكم. طبعا انا بقدم الشكر كثير كبير لإدارة مطعم سلسلة ياسمين الشام على المأكولات الطيبة والغنية طبعا الشرقية والمتنوعة والمقبلات والحلويات والعصائر بكافة انواعها. مفهوم ياسمين الشام تحس حالك انت في قلب دمشق. شكرا لهم جميعا والخدمة كمان خدمة ممتازة وكان لقاء جميل اليوم لقاء الأحبة كلهم. رمضان كريم عليكم وعلى الجميع إن شاء الله بنعد عليكم بالصحة والسلامة. شكرنا يم مطعم ياسمين الشام مثل ما متعودين عليه كل سنة أجواء رمضانية جميلة والعائلية والأجواء العربية مثل ما متعودين عليه كل سنة نجي نفطر هنا أكلات جدا لذيذة وطيبة أكلاتنا العربية ونلتقي أيضا بعوائل أخرى عربية ومسلمة وترجعنا الأيام أيامنا بلادنا العربية الجميلة. أجواء رائعة المكان كلش جميل مريح وكل يعني كل شيء رائع. الأكل طيب الضيافة على أعلى مستوى والمكان أيضا جميل فإن شاء الله دائما بهذا الإبداع والتميز ونتمنى لهم الموفقية. رمضان كريم على جميع المسلمين في النمسا. طبعا ياسمين الشمام مثل كل عام يحتضن الجالية الإسلامية والعربية وحتى غير المسلمين للتمتع بالأجواء الشرقية والضيافة الرمضانية. طبعا نشكرهم دائما على خدمتهم الرائعة والمتميزة أيضا نشكرهم على حسن الأجواء. مساء الخير. احنا اليوم معكم بمطعم ياسمين الشام حيث العراقة والأكل الشامي والشرقي بشكل عام عندهم أصناف متنوعة. بنصحكم تزوروا المطعم. مبارح كنا موجودين هون واليوم كمان مع مجموعة الأطباء العرب. الأكل بمستوى يعني مش عارفة كيف أوصفه قد ما هو كان كتير مرتب ومنظم. يعني حتى على البوفيه كان في ناس عم تخدم وتساعد الناس مشان ما يصير ازدحام. فأنا بنصح تجربوه برمضان. طبعاً أنا أول مرة بسمع عنه كتير بسمع عن بوفيهات برمضان لكن أول مرة بكون متواجدة. أنا ريم أبو عجمية وسعيدة بوجودي هون باسمي الشام وبتمنى الكل يجرب المطعم ويعطينا رأيه. شكرا كثير وشكرا كمان لإدارة المطعم على اهتمامها دائم بتقديم الأفضل والحفاظ على نفس المستوى إما الحفاظ على نفس المستوى أو طموح للأفضل. شكرا لكم. De restaurant Yasemin Şam Özdorf Strasse Gürtel aber wir sind oft also hier gewesen. Alhamdulillah die Leute sind sehr freundlich, alle Brüder und alles sind Alhamdulillah Brüderherz also. Und die Restaurant ist MashaAllah ist die Lage und die Spezialität ist top in ganz Österreich. Wir sind oft verschiedene Restaurant, ich habe schon auch ein türkischer Restaurant oft seit fast 25 Jahren in Österreich. Aber die Yasemin Şam, Alhamdulillah, die Buffet und die Spezialitäten sind das Beste und das Nummer 1 in ganz Österreich. Weil ich habe schon oft, also ein türkischer Restaurant, wie gesagt, im 6. Bezirk Burnamarken-Restaurant. Die ist auch bekannt seit 40 Jahren. Aber die Restaurant Yasemin Şam ist Alhamdulillah das Nummer 1 für mich und für meine Brüder und ganze Familie. Und ich kenne ein paar Leute, der hier Chef und die Besitzer von dieser Lokal. Die sind auch sehr respektvoll und alle sind wirklich also, mit Respekt und freundlich. Und wie gesagt, ich sage einfach, dass die Restaurant ist das beste Restaurant. Mashallah und ich hoffe, inshallah, die
andere Leute was nicht die Adresse wissen, ich sage euch also, bitte also, kommen und besuchen einmal inshallah. Und inshallah, ich mache Dua und das erfolgreich noch, der Beste und der Beste inshallah. Und alles Gute inshallah und da was. Inshallah.